قدها القرن عدا وقدها العام فات، اليهود في بالهم لفزات وفرات، لافير تاع فلسطين عم بالك وقتها بدات اكزاكتمون 2 نوفمبر 1917. نهار هذاك بدا الكشمار تاع العرب، في الوقت هذاك الشيطان عرف كيفاه ضرب. اليهود كانوا فاب ولي زونجلي كانوا فارا، تفهموا في بعضهم وداروا وعد تاع بالفارا، ويقولوا فيه حاجة واحدة هي تهمهم، اليهود متفرقين وفلسطين رايحة تلمهم. سنياتور صغيرة جابت حرب كبيرة، ستيلو واحد كتب تاريخ كله كتيلة. 15 مي 48 عمالك وش يصير، اليهود داروا اعلان قيام دولة اسرائيل، الامريكان وقفت معاهم بالسلاح وليميسيل، الدم حتى اليوم ودم العرب قاعد يسيل. واش صار صبرا واش هتيلا لمساكر تاع الاستوار، كريم دو غير وين هما لي دروا دلوم، الكلمة تاع السلم ما تكزيستيش عن شارون. شعلوا الحرب حبوا غير العراك، داروا امبارغو بومبارداو العراق، فكروا افغانستان جدارت فيها روسيا، اليهود فرحوا كي المسلمين ماتوا في البوسنة، والهرسك اكسترميناوهم في الكوسوفو، الناس كل شهدوا في التلي بعينيهم شافوا، اراضي تحرقوا ديار كل تهدموا، عباد كل قتلوا، دراري صغار كل يتموا. بعد في اللوني يحكيوا على السلم، لي جويف يشوفوا فيه كشمار مش حلم، ما تكسروش راسكم للقرآن وقالها، اليهود ما ترضاش حتى نتبعوا دينها. لون 2002 في مارس اللي فات، خرجوا لي شار وحبوا يقتلوا عرفات، حبوا يستسلم فوق بلاطو تاع فضا، لكل عن انتفاضه حكايتها مش هفضا، الهضره كترت واللي ديسكور تاعنا طولوا، اليهود يربحوا في الوقت باش يبقاو ديما يستوطنوا، من جهه رام الله للضفه الغربيه، حابين بالسيف يديو طول ارضيه، بيت المقدس اللي كان القبله الاولى، الرسول صلى فيه والانبياء كل من لورا، ودرك اليهود هم سركلوه بالشبكه، حابين يفلقوه باه يبقى غير حائط المبكه، على ديك اليوم الشعب تاع فلسطين يسنى في العرب يجيبوا السيوفه تاع صلاح الدين، نهيجوا عليهم كيما هاج عليهم هو، حطك لي راح بالقوه ما يرجع غير بالقوه. سنتين في حي الإسكاع في منطقة عسكر، ينزح منذ ساعات الليل ولا يستطيعون نقله هناك. الجريح آخر في المنطقة تجتاح مدينة نابلس وسط مقاومة عنيفة في رام الله، الإطلاق النار تواصل في اللحظات الأخيرة. العالم يمكن أن يحدث هذا، بيوت مهدمة وطرق مدمرة وسيارات لم يعد يظهر منها إلا هيكلها.